Pâques aujourd'hui. حلقة جديدة من يا لطيف. جاس بمستقبل ويب كله جاهز. الإنتاج السيارة كشفناها اليوم. بس ليك بيكو تعال شوي. ليك بشرفك بعتوله معمول للشيخ سعد ولا لا؟ لأنه إذا ما بعتوله عندي بعد كيلو لعيد الروم. أصلاً ما بنعيد عيد الروم نحن. بعطيك إياهم تبعتله هن. إيه؟ أوكي. هلا نحن رح نروح عند كرواسان الشيخ، بدنا ندوق قد ايه طيب، يعني انتم عم مودين على كرواسانات بول ومهففين وبتيت وهيك، هلا بدي ادوقكم شيء جديد، انا بدي ادوق شيء جديد، وابارما كثير طيب، يلا قوم يا بيكو تعال مشي نروح. ايه حط لنا اسيا. كما سيتي باك يا بيكو؟ سافا. صورت صور مع امك؟ لا. مع بيك؟ كمان لا. بالكنيسة بالساحة. عن جد اليوم العالمي لتفتيت الصور هو على عيد الشعنينة وعيد فاطمة. ما معقول. يا محلى الأعراس صاروا بياخذوا بوزيت قالوا وقفي على جنب لتبين أطول، عرفت كيف، وممشوقة أكثر، والهواء عم بيصفق فينا. حياة العذراء شفت وحدة نزلتا بنتها من فوق ومن تحت وملبستها هيك وهي لبسة قصير ويلا مامي أقارين فوتو وأقارين فوتو. هالبنت عم بيصفق فيها الهوا، بتصور انه بالليل صفقت برونشيت. ما بتفهم شموع ما ضويناهن على كترة الهوا، بس الاهالي ماشي ابدا ما بيرضوا للنردخ، بدهم ياخذوا صور مع اولادهم. يلا صور وكله بده ينزل البومات. بس شو اكلوا الضرب؟ راح الانستغرام والفيسبوك، ما قدروا يعملوا ولا فيديو. هيدا الله زارف اللبناني نزل 500 صوره. هلا يلا اجا قطشهم، خليهم يتغدوا بلا ما يستعملوا تليفونات، عم يحكوا مع غيرهم على الطاوله، حاجه قديده كل الوقت. وبالليل بس رجع انستا. يلا يعني اللي كانت منزله قبل محيت ورجعت صارت تنزلهم، عرفت كيف، لانه ما اجاها كثير لايكات. اللي جاي من يميني بدك تروح على الشمال. ساري انا ما شفت هذا لهين الزلمه تبع السياره الحمراء. هلا هلا بنرجع بنضرب فيه بنوقف. طالعة حلوة، أهم شيء هالسن الفارق ما يبين يا بيكو، لأنه شفته هذيك المرة، وهذيك المرة حسيت حالي كثير مذيعة. طب قل لي بس علي صوتي يا زلمة، عم بلعب بشعري، قل لي ممنوع تلعب بشعري، ممنوع تعملي حالك مذيعة لأنه منك مذيعة. ممنوع تعملي حالك مذيعة وممنوع تلعب بشعري. أوكي، وشيلي الأعوانات لتبين، لأنه عيب، أنا بحكي على العالم بيطلعوا على التلفزيون بأعوانات الشمس، بس والله الضوء كثير قوي. ضوء الشهرة؟ ضوء الشمس شادية. شو بدك تخبري مشاهدين يا لطيف لليوم؟ والله شو بدي اخبرهم؟ اول شيء بدنا نحكي عن عرس ابنه لرياض سلام. كان مارياج جرانديوز بفرنسا. ببيض الوجه. شيء ببيض الوجه، اخذ العالم، اخذ باتلرز باتل من هون، كويزينا اخذهم من هون، الاكل الكيترين كله يلا، اجي ماروكيان. وهذا المشروع كان مليون. بس انا ما فهمت ليه استوديو الشيحة طلع عمل فيديو. نادي سلامة انا ما بعرفك، بس بدي لك الف مبروك لك ولمرتك على هالعرس الحلو. في كثير لبنانيين انتقدوك، بس للاسف ما بيعرفوا انك زلمة اشتغلت من على جبينك قدرت تعمل هيك عرس. نحن نفتخر بهيك شباب لبنانيين. يا خي العالم بدها تحكي شو لك معهم انت؟ شو بورت بارول حطوك بيت سلامة لتقعد تدافع عنه؟ ما فهمت، اذا عمل عرسه هون بدهم يحكوا العالم، ايه ما عمل عرس هون، اصلا كيف بده يعمل عرس هون؟ بده يعزم شي 10,000 ناس من الزلمه، بس انه انا سيلفيو الشحة ما فهمت، رياض سلامة عنده شي بنت مثلا نيشن عليها سيلفيو، خلص يا خيي روق، خي على عرس بنته لجميل السيد ما حكيوا العالم، بدهم يحكوا العالم، تجوز ابنه ومبسوط ورقصه وفقشه ست تريبو شو هالفستان اللي صعب ديكوراسيون بتطير العقل، زفه بتطير العقل، مع انه شو قال طلبوا هن انه بليز ريفرين فروم شيرينج بيكتشرز اند فيديوز، بس اللبنان اللي دافع رايح على العرس مسقط الفستان والميك اب والشعر معقول ما يصوروا؟ ما فيهم، they need to share people بحبوا خي. هلا قولك طيب شو اسمه؟ انه هيدي الكرواسان بتصور انه كرواسان لبنانيه هيك اجي كبيره، مش كرواسان اجنبيه اجي بتيت مكتكتي. يا لطيف نحن باول شارع الحمراء وعم بتنتع فينا السياره وعجقه. انا قبل فيني نحن لانجي دو باك بتطلع الحلقه، بس نحن عم نصور قبل لانجي دو باك، عرفتوا كيف؟ فعلقانين بالعجقه اكيد. انا ما بحب الكذب، بدنا نخبركم كل شيء. معقول شو صار بنوتردام؟ معقول هالحديقه هيدي؟ انا بالاول فكرت الساكريكار مو معطي ربي، كان عن جد قشط قلبي فواتوا، يعني شيء بيقهر انت عم تشوف هيك كنيسه عم تحترق وتش بريان فير، لانه اذا بيكبوا مي عليها عرفت كيف تقشط كلها. بس انه ما كان في ولا شغيله عم يشتغل، الاشافوداجات كلهم برا، يعني ما بعرف في شيء مش مزبوط. انه 850 سنه هالكنيسه واقفه على اجريها، اللي شهدت اللي ما شافوا حدا، يعني هالاساسي انا طنطان
إذا عمل إرهابي مستحيل يقوله لأنه مش من مصلحتهم، وإذا عمل تخريبي كمان مش حيقوله. ما حيقوله. دونك ما حيقوله شيء، دونك ما رح نعرف شيء، دونك أهم شيء إنه عم بيلم مصاري. برافو ماكرون. لو بيلم مصاري كمان لقصص مهمة كمان كنت كثير منيح، لأنه العالم عم بتموت من الجوع. والله ما أشطرهم بيومين لموا 300 مليون. بس إنه أهم شيء، أهم شيء اللبناني اللي صار ينبش على الصور اللي مصورها ورانا نوتردام وقدامه هو بقلب الكنيسة. وانت نزلت صورة باي ذا واي مع نوتردام؟ ايه ولا انا تفقيس الصور وتفقيس البيض. قايلين الفانتشر تبع البيض غالي 10,000 ليرة، مع انه بيعملوا افرات على كريتين البيض 3,000 ليرة 2500 ليرة. يلا فقس بيض وعمول معمول. انا امي بتعمل معمول خي، بس امي بتعمل معمول كبيرة، عرفت كيف؟ ما بتعرف تعملهم صغار، ما لها جلادة بتصور. يلا مهم نعمل معمول. بدنا نفتح وننزل. هو كرواسان شيخ عنده أكثر من فرع، عنده حد الجديد بتصور، وهون بالحمر أكثر شيء بيعجق. فيلا خلينا ننزل سوا. بونجور. مين الشيخ؟ أنا الشيخ. أنت الشيخ؟ أنت ابنه للشيخ؟ لا أنا الشيخ. أنت الشيخ الشيخ؟ بعد كمان. يعني أنتم مبلشين ولا قبل؟ لا نحن مبلشين. قد إيه عمرك؟ عمري 37. يعني قد إيه لك مبلش؟ يعني من 2008. ليه كرواسانتكم أطيب شيء؟ لأنه اشتغلنا عليها سهلة الكرواسون، وأعطيناها حقها للكرواسون. كيف اشتغلتوا عليها؟ يعني حطينا المواد المضبوطة المرتبة. لا بس أنت يعني شو خطر لك إنه أنتم هون ببيروت؟ أنتم وين فتحتوا أول فرع؟ أنا أول فرع على البتراكية. إنه ليه قررتوا كرواسان مش شيء ثاني، مش شيء عربي؟ نحن لما بلشنا صغار. يعني نحن عم بلشنا بالمصلحة، كنت ابن 11 سنة، كنا ندرس ونتعلم. كان خيي سعد كان يشتغل برخام بشركة الشماس، صح؟ خلينا نعمل شيء جديد، مثل فكرة جديدة بالسوق. اوكي. كرواسون، اونلي كرواسون اند ودونتس مع بعض. يعني أنتم بتفتحوا هلا كل يوم؟ نعم. من الاثنين للأحد، من أي ساعة لأي ساعة؟ كل الفروع بتفتح من الساعة 6 الصبح للساعة 1 الظهر، من عدا فرع الحمرا بضلوا للعشرة بالليل. أنتوا أي ساعة بتنفقوا؟ يعني أي ساعة ببطل عندكم شيء ولا بتضلكم تعملوا؟ لا بنضلوا الفران شغال، بنضلنا عم نخبص طازة. أوكي. وعلى الطلب يعني عم نشتغل معهم للزباين. أوكي. وقد إيه أسعارهم؟ لا أنا مثلا عن باول أنا غالية الكرواسون. هلا هون قد إيه؟ لا هون نحن شعبية. شعبية. بقولوا بألف بنبيع الحبة. أوكي. وهذا السر اللي نجحنا، حبة توب كواليتي وسعرها مميز، العالم كلها صارت تجي لعندي. طيب يلا خلينا نذوقها. يلا. لعيون. جيب لنا ورقة. مش حترد عليكم على هي مندمجي فيها الكرواسون. شوكولا من وين بتجيبوه؟ نحن نجيب شوكولا من عند الحلبي، هو بيجي شوكولا رويال، بيجي بلوكات، بنبرشهم وبنحطهم بقلب الكرواسون. طيب والجبنه شو بتحطوا لها؟ جبنه عكاوي تشيكي، وبنحط لها معها شوية أشقوان عشان تمغط الجبنه شوي. طيب يلا يلا ما بدك ينافس، هي خلص رحت على الشعب اليوم. طيب هي أنا سخنة كمان تمغط. نحن رح نوقف تصوير لأنه عن جد طيبين، ما نقعد ناكل. إذا كنتوا قاطعين بالحمرة تعالوا جربوا، ذوقوا لأنه اتس ورث ات، و1000 ليرة. يا لطيف على الشيخ شو طيب.